أنا أستمر في قناتنا هنا في طرح الأفكار الغريبة والجديدة والمثيرة، وصديقة لنا في التعليقات كتبت رجاء أن تعمل لنا أكثر رجال الأبراج اللي عندها قدرة إن هي تتحمل نكد الستات، ولقيت ما شاء الله في تفاعل كبير قوي على التعليق ده، رغم إن أنا مش شايف الستات نكدية، مش عارف ليه هي استخدمت مصطلح نكد ده. يعني مين قال إن الست نكدية؟ ده الست دي أجمل حاجة في الدنيا، يعني تخيل، وبالذات المتزوجين هم اللي يفهموا النقطة دي، أو أنت جاي من بره تعبان تفتح تلاقيها في وشك، يعني إحساس أقسم بالله لا يوصف، رهيب يعني. عامة يلا بينا. أهلا بأجمل ناس في الدنيا، سريعا كده برحب بيكم وأدعو اللي ما اشتركش كالعادة اشترك عشان إشعاراتنا ما تفوتوش، وجديد عرفنا بنفسه نرحب بيه. وتوقعوا بقى، كله يتوقع، مين الرجال اللي عندها قدرة على تحمل نكد الإناث؟ معانا كل الرجال بالترتيب وأنا بقرأ كل تعليقاتكم، وهنبتدي في المركز ال 12، هو رجل الدلو الهوائي. ده أقل الرجال اللي ممكن تتحملك لو أنت أنثى نكدية بتاعت دراما كتير، وأنت بقى أضرب نفسك يعني، يعني بقى دمعتك قريبة قوي ومتشائمة إلى حد ما، ويعني بالدراما والعياط والدموع وتكبر مع الدلو مش هتنفعوا مع بعض. يعني الخلاصة كده، يبقى الحل الوحيد ان انت يا اما تغيري شوية من نفسك وتخفي، يا اما تبعدي عنه عشان ما تخسروش انتوا الاتنين كتير مقارنة بكل رجال. صراحة هو اقل رجال الابراج اللي عندها طاقة لحاجة زي كده، اعلى منه في ال 11 من توقع هو رجل الجوزاء الهوائي. نفس الكلام، ما يطيقوش وما يحبوش ومش لذيذ ومش مهضوم، والأنثى النكدية بتاعت الدراما دي ما تستهوش إطلاقا، حتى لو هي قنبلة في الجمال أو في الذكاء، مدام نكدية يقول لك يا عم الله الغني، يقول لك يا عم تغور بنكتها، هو كده، هي فلسفة. وفي رجل يجيب مناديل ويقعد يحزن قصادك عادي، يعني زي سوما العاشر كده مثلا. في رجال عندها قدرة ان هي يعني تتقبل شيء زي كده، وفي رجال لا. في العاشر الاسد الناري، عشان نبدأ بعد كده ندخل في منطقة وسطى، اي الرجال اللي هم بين البنين اللي احنا عايزين نطلع بيه يا انثى دلوقتي او يا بنوتة، ان اكتر 3 رجال ملهمش طاقة اطلاقا على الانثى النكدية هم اللي احنا بنقول عليهم دول، دلو وجوزاء اسد في العاشر. فحذاري، مفيش عمر اطلاقا بينهم وبين الانثى اللي من النوع ده. نبدا بقى ندخل في منطقه وسطى مع المركز التاسع، ولكن كالعاده شير كتير ولايك كتير عشان كل اصدقائنا وعيلتي يشوفوا الحلقه، ده الطلب الوحيد المعتاد المتكرر. في المركز التاسع هو القوس الناري. القوس ما يحبش النكد، يعني لو نكدت هيقول لك الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي شفتك فيه واللي عرفتك في بيتك اللي بتنكدك، القوس يقول كده، والرجال اللي سبقته تقول كده، وحتى لو انت مش شايفه نفسك بتنكدي هما بالنسبه لهم كده، لان ابراج قلبها اخضر قوي وتحب الحياه قوي والفرفشه قوي والنعنشه قوي، وتحب تعد خطف كده، خطف على النكد من بعيد لبعيد. في نساء طبعا تحب ان هي تعمل سيناريوهات في النكد وتعجن وتلت وتقول، وممكن ساعات وايام، مع الرجال دي مش هينفع. في المركز الثامن عشان ناخد رجل ليس بأحسن حال منهم في النقطة دي، هو الميزان الهوائي. أيضا شرحهم نفس الكلام، كل الرجال دي ملهاش صبر إطلاقا على الأنثى النكدية. ده عايز يفتح الباب يلاقي واحدة مبتسمة 24 ساعة، عايزك عارفين الأنثى اللي هي صوتها بيضحك في الكلام، في أنثى كده صوتها كلامها في ضحكة، كل الرجال دي بتحب الأنثى دي، كل الرجال اللي احنا اخدناها دي تحب الانثى اللي هي يعني بقها ما بيتقفلش من كتر الابتسامة والضحكة، وتأثر فيهم او سبحان الله، ما هو احنا مش شكل بعض، ويكرهوا اللي هي بتنكد قوي. اعلى منه في المركز السابع هو برج الحمل الناري، برج الحبيب. انا كمان ما بحبش النكد، ومهما كانت الانثى اللي معايا فيها مميزات لو نكديه بركب جناحات واطير. وانا بتكلم من وجهة نظري خلاف الدراسه، ان برج الحمل الناري لا طاقه له اطلاقا لانثى بتنكد، ولكن هو بيجي في المركز
السابع. من بعد كده بقى هنبدأ حرفيا ندخل في موضوع حلقتنا، يعني من أول الرجل اللي في المركز السادس هي دي الرجال اللي ممكن تتعايش وتتقبل النقطة دي فيك. من أول رجل الجدي اللي بيجي في المركز السادس، الرجل ده بين البنين وعنده قدرة صراحة لتحمل حاجة زي كده ويشيل وما عندوش مشكلة ويطول نفسه. أي نعم بيجي بيفيض به الكيل وبيتندم ندم عمره، إنما يعني بشكل عام الدنيا سلسة معاه. في المركز الخامس في رجل يعني أكثر تحمل منه ومن الرجال دي، هو رجل العقرب، بس لازم شرط يكون بيحبك أوي. ومن بعد كده رباعي خط النار، دول أكتر 4 رجال ممكن تتحمل نكد الأنثى أو دراما الأنثى أو حزن الأنثى. فلو أنت أنثى يعني عارفة نفسك، وإن أنت يعني زي ما بقول، يبقى هما الأربعة دول لو وقع حد منهم في طريقك اديله فرصة وما تستعجليش. الطور في المركز الرابع، أنت هتنكدي وهو هينكد وهتبقى العشرة منيلة بستين نيلة، فهتنفعوا لبعض. لو أنت أنثى نكدية، هو راجل مش فرفوش أوي يعني، وراجل يعني ما يعني أحيانا الكآبة بتسيطر عليه وبيحب إن هو كده يخلق جو دراماتيكي مع نفسه، فأنت معاه هتعملي سيمفونية وشغل زي الفل. أعلى منه في المركز الثالث هو رجل العذراء المتبارد وليس البارد في أغلب الأحيان، وأوعوا تفهموني صح. إذا رجل العذراء بيجي في المركز الثالث، أي نعم من رباعي خط النار، يعني من أكثر الرجال اللي ممكن تتقبل حاجة زي كده مقارنة بغيرها، بس ما تأفوريش في النكد قوي أبوس إيدك، لأن في نساء بتبيع النكد بياعة كده، يعني في نساء النكد بالنسبة لها أسلوب حياة. ما أنا بقول لك تفتح الباب تلاقي دي في خلقتك وأنت جاي من بره، وإن كنت أنا من جوايا مقتنع إن مفيش إطلاقا أنثى نكدية. الأنثى دي هي بنبناية الحياة، هي أجمل ما في الحياة، وأوعوا إن أنتوا تفهموني صح. في المركز الثاني هنعلى ونوصل لرجل أكثر قدرة على تحمل الأنثى النكدية، ألا وهو رجل السرطان المائي. إذا هنيئا لك أوي لو أنت أنثى نكدية قوي ووقعت في رجل سرطان، هتنكد عليه وهينكد عليك مفيش مشكلة، انتوا الاتنين هتنكدوا على بعض، وهو ده اجمل ما يميز العلاقة بينكم. ان رجل السرطان ولكل قاعدة استثناءات ممكن يتعايش جدا ويتقوقع على نفسه لو انت انثى فيك النقطة دي، ويتقوقع عليك انت كمان مفيش مشكلة ويتقبلها، ده اذا قارناه بغيره. ولكن عايزين نتفق ان معظم الرجال او كل الرجال ما بتحبش النكد، انما الموضوع بدرجات، زي الرجال اللي تحب الانثى الرومانسيه والرجال اللي ما تحبش كده، الموضوع بدرجات. بينما متصدر الرجال في حلقه النهارده هو سوما العاشي، رجل الحوت المائي، هو اكثر رجل عنده قدره على احتواء وتقبل وتحمل الانثى النكديه، و يعني دايما بقول ليه الأجر والثواب. أكيد أي رجل بيتحمل أنثى نكدية من رجال القمة هي رجال مسابة وهتاخد الثواب. والموضوع ده فعلا يعني مهم، مهم جدا، لأن اختلاف طباعنا ممكن ينيل الدنيا. بمعنى لا يعني خليكي فيك مميزات الدنيا كلها، وجالك مثلا واحد دلو وانتي عارفة نفسك بتتأثري من أقل حاجة ودمعتك قريبة وبتميلي للحزن من البداية، اقول لك اعملي ستوب بدال ما تخسري كتير. والله بكلم، هو ده بقى فايدة الحلقة، وهو ده الفايدة، ان انا اقول لكم اعملوا شير ولايك عشان اكبر قدر يستوعب، هو ده المطلوب. اه لا، هنا التوافق، يعني الحلقة دي هي التوافق بقى، بداخلة بشكل كبير قوي في توافق الابراج وتلاؤم الطباع مع بعضها البعض. اكتبوا لي اراءكم، انا سعيد جدا بكومنتاتكم وبقراها كلها وبطلع عليها. و اي حد تاني بتشوفوا فيديوهاتي عنده الشكل ده غير محمد ابو زيد نصاب، الغوا الاشتراك على طول، واوعي ان انتوا تثقوا فيه. اي حد بتشوفوا فيديوهاتي عنده، عندنا لايف الليله على الانستجرام الساعه 10 بتوقيت القاهره، موضوع مهم اوي، الغياب. امتى اعرف الشخص اللي معايا ده غيابه ده لعب او غيابه ده محبب وعادي ومقبول وهيبقى لايف وندردش؟ هسيب لكم رابط الانستجرام بس في وصف الفيديو وفي اول تعليق لو انت على الفيسبوك، اشتركوا واحضروا معانا.
هتبقى حلقة جميلة وهنجاوب على كل أسئلتكم، وبشكركم جدا على المتابعة، وإلى اللقاء.